جال حميد. معلم هذا الخايم بيعنا. الزلمة مانو أهبل كل هالقد، إذا بعنا نحن هون ليخلص رصاصنا. طيب مثل ما بدك معلم. انتو رجال حميد مزبوط؟ حميد هون؟ ايه هون. مين في غيره؟ ما في حدا. ما اجا كاشف اغلو لعندك؟ لا ما اجا. بيكون بالطريق جاي. تعال نشوف شغلنا. مراد علمدار هذا انت؟ انا شو عملت لك لحتى تقوصني؟ واحد سافر، اذا مات ارصوي بتاخذ محله؟ شو يعني تقتل صبيه؟ كاشف اغلو هو قتلها. طلبوا خليه يجي. تليفونه مسكر. ماشي يا وصال، الا ما الاقي طريقه ولاقي فيها. وعدني يا مراد انك ما رح تقتلني، وراح اعطيك معلومه بتسوى حياتك. لا يا، وشو هو الشيء اللي بتعرفه وانا ما بعرفه؟ انا اللي سرقت لابتوب فيلر. بدي توعدني. شو لصميماتي؟ كل الناس عم تطلب منا وعود. نحن منوفي بوعودنا معلم، لهيك وعده. خلص وعد ما رح قلت لك. بنتك عايشة وهي مع فيلر. شو؟ عم يكذب حتى ما يموت؟ لك انت ما عندك شرف؟
كنا عايشة. شفتها بعيوني، أخذ نسخة من اللابتوب تبعه. إذا بدك فيني فرجيك إياها. شلون يعني بنتي عايشة؟ أخذها بالسر وقت قصة اسكندر وغير التقارير الجنائية، وبعدين بعتها برات البلد حاططها هنيك بالدير، بس ما بعرف بأي دير حاططها، ما بعرف بأي دير. في إلها صور وفيديوهات ومصورة كل يوم بيومه وناسخها على اللابتوب.